السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناتكم قناة صارتو. اليوم حبيت ندير لكم فيديو على حول ماكينة الخياطة أو ماشينة كودر، على ماشينة جاك. هذه جاك الإي 5، إيه نعم الإي 5. بغيت نهضر لكم شوية عليها والكاباسيتي تاعها والمميزات القدرة تاعها. إذن ماشينا، الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الماشينا هذه تسوى قريب 5 ملايين بالدينار، نتكلم على الدينار الجزائري طبعا. قلت المميز تاعها، الحاجة الأولى هي اللي نهضر عليها هي طريقة الاشتعال تاعها. هذه هي زر يشعل الضوء طبعا، طريقة رائعة ورائعة جدا. عفوا، قلت المميزات اللي نتكلم عليها هي الأولى، قلت زر التشغيل، هذا هو زر التشغيل. المعلومة راح نهضرها لكم بعد قليل حول هذا زر التشغيل، ما تنساوش تشاهدوا حتى الآخر هذا الفيديو. معلومة مهمة ومهمة جدا في هذه الماشينة، قلت جاك الاي 5. طبعا كما نقولوا الحوايج الأساسية للمبتدئين طبعا المهمة في هذه الماكينة الخياطة طبعا. نهضروا على طبعا هذا الفيتاس او كما نقولوا احنا الامبرياج في السيارة. طبعا هذا كي تضغط عليه هنا يرجع لك في النهاية تاع الخياطة، يروح ويجي. هذه طبعا مدورة، هذه مرقمة من الآ حتى الست، من 1 حتى 7. طبعا هذه طول الغرزة، طول الغرزة في الخياطة، صغيرة كبيرة إلى آخره. تضغط طبعا هنا على هذا كما نقولوا الأمبرياج، وتضغط على هذه الزرقاء وتدور طبعا، تختار حسب الدرجة. هذه الزر هذا يزيد وينقص، طبعا ستظهر الرقم بهذا الشكل، يزيد سرعة الماكينة. بعد شوية بتورينا الرقم، الرقم ما حبش يبان لأنه فيه الضوء والضوء يعكس كاميرا للهاتف. قلت هنايا هذا زر يزيد سرعة الخياطة، وزر التحتاني ينقص. طبعا الأزرار الأخرى ما عندكش علاقة بهم، موش ما نقولوش مهمين بزاف، ولكن الحوايج نهضروا على الحوايج الابتدائيين للمبتدئين طبعا الأساسية، ما نروحوش هاك ولا هاك. هذه الزر هذا قلت اسمع ليش نتكلم عليه، تاع الغرزة كما يظهر هنا بهذا الشكل هكذا. الغرزة وهذا تاع قلت تاع الدورة تاع الخياطة. نتكلم ايضا حول هنا، طلع هذا تاع الابرة، تهبطها ولا تطلعها. وهنا ايضا هذا كما يظهر هنا زر الاضاءات، نقص ولا تزيد بهذا الشكل، طفيناه كاع. واحد ضوء قوي، قليل، متوسط، وهنا هي قليل، وهنا من عدم طبعا بهذا الشكل. طبعا الإبرة كما تشاهدون، الإبرة أيضا سنتكلم، هذه نعمرو بها. قلت اللاكانات، نجيبوا الخيط منه، طبعا نجيبوا الخيط من ندوره هنا، دخلوه، عمروه،
يدخل هنا في الاكانت، نلعب زوار ونضغط قلت هنا على الدواسة ويتعمر لنا الخيط. إذن هذه أيضا عندما تضع رجلك بهذا الشكل ثم تضع ركبتك هك، شاهدون ماذا يحدث. بدون عندما تريد قلب القماش والخياطة بدون ما تطلع طبعا الدورة بهذا الشكل، عندما تطلع شاهدوا ماذا يحدث هكذا أو تهبط. هنا يسهل عليك الخدمة، قلت غير بركبتك فقط وتطلع وتهبط بهذا الشكل. طبعا اللكنة تاعو قلت جاية من هنا، هذا الشكل نطلعوها. طبعا هكذا نسيت معلومة ما تكلمتش عليها، انه هذا اللي كنت تشوفوا فيه هذا تاع الماشينة، تركز عليه. الماشينة هذه اللي بغيتي ترفدوها ما ترفدش هكا وما ترفدش هكا، طريقة الرفت تدخل طبعا يدك بهذا الشكل، تحط يدك فيها شوية لمسة تريسيتية، تحط يدك هاك وطبعا ترفدها بيدك الأخرى. المعلومة المهمة اللي قلت لكم عليها، عندما حذاري وحذاري 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 نبهكم نبهكم للمعلومة هنا، عندما تطفي عندما تطفي تكمل خدمتك وتطفي تضغط على زر هكذا بهذا، لا تنزع الكابل من الكهرباء، خلي حتى يطفى الضوء تاع الماشينة وإلا سوف تنحرق طبعا طبيعة الحال. إذا قلت لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد. قناة صالح توب في الخدمة، أي استفسارات أي تعليقات سنرد عليها. طبعا نريد الانتقاد ولا نريد الانتقاد الذي يحط المعنويات، نريد من يرفع المعنويات على القناة. قناة طبعا هذه قناة صالحتو، ومرحبا بكم في أي سؤال أي سؤال، ومرحبا بكم. إذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي في موضوع آخر. سلام.